بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نزلنا الداتابيز موجوده، الكوتلين موجود، وجبنا جي دي بي سي كونكتور وكل حاجه جاهزه. نبدا نبرمج على طول ان شاء الله، ونخلي الكوتلين تتكلم مع الداتابيز. اول مثال نعمله ان شاء الله الكونكشن، بس نعمل الاتصال ما بينهم ونشوف الكونكشن شغال ولا لا. فلو عملت فانكشن مين، عملت لي على طول التراي كاتش. طبعا التراي كاتش بقى والهاندلنج اكسبشنز كتيره جدا في موضوع الداتابيز، يعني يمكن ههتم بيها المره دي في الاكزامبل ده، بس احاول اخففها عشان الكود ما بقاش كبير على الفاضي. انا عايز اركز معاك على طول على الشغل بتاع الداتابيز، بما انك انت اصلا عارف الشغل بتاع الهاندلنج اكسبشن والكلام ده كله. فخش في الجزء بتاع التراي، وهاول حاجه الود الكلاس بتاعي اللي انا عايزه. هعمل كلمه كلاس سي كابيتال دوت فور نيم، لان في النيم كابيتال خلاص، ومكاتب الايه الكلاس نيم اللي انا عايز الوده عشان هشتغل بيه، اللي هو com.mysql.jdbc.driver. لاحظ الدرايفر بس دي كابيتال خلاص. واقول له دوت نيو انستنس، خلاص كده يعمل منه ايه انستنس جديد بحيث نقدر نشتغل من خلاله. هتلاحظ ان اللي هيختلف بقى لو انت بتتصل على اوراكل او بتتصل على ماي اس كيو لايت او بتتصل على بوستجري او كده، هتلاقي هو الكلمتين دول هو com.mysql.jdbc.driver مش عارف ايه، هم دول بيتغيروا. وهتكمل عادي معايا، هتلاقي نفس الكلام شغال زي الفل مع اختلاف حاجه اسمها كونكشن سترنج هكلمك عليها. فانا عملت فاريبل بعد كده سميته كون اللي هو الكونكشن اللي هيتم. اقول له ايه الدرايفر، خلاص الدرايفر مانجر اللي هو المسؤول عن الدرايفرات، وده شفناه في الرسمه اللي كنا شفناها في الاول. درايفر مانجر هقول له انا عايز اجيت كونكشن، عايز اعمل اتصال. خلاص قال لي اديني ثلاث حاجات اساسيه، اليو ار ال اللي بنسميه احنا كونكشن سترنج، واديني يوزر نيم، واديني الباسورد، وانا اشتغل. الكونكشن سترنج ده يماثل كده بالظبط لو انا بتصل بيك يبقى عايز رقم التليفون، مش التليفون دوت اللي هو جي دي بي سي، وانا الكوتلين وانت الداتابيز ماي سيكوال. عشان التليفون ده يقدر يتصل لازم تدي له رقم تليفون. ايه هو رقم التليفون؟ اللي هو حاجه بيانات تعرفه ان انت بالظبط، او مثلا لو انت عايز تجي لي يبقى انت لازم تكون معاك ورقه فيها العنوان، هو ده العنوان. فتقول جي دي بي سي كولون ماي اس كيو ال كولون وسلاش سلاش، وبعد كده 172.0.0.1 ده الاي بي بتاع الجهاز الحالي اللي هو ايه لوكال سيرفر، يعني يمشي معاك لوكال سيرفر. خلاص ممكن تشيل وتكتب كلمه لوكال سيرفر، بس انا حابب اكتب اي بي عشان لو انت رفعت الداتابيز دي على سيرفر هتغير الاي بي بس بتاع السيرفر وخلاص. 33.06 ده البورت بتاع الداتابيز، سلاش تيست ده اسم الداتابيز خلاص. وبعد كده كوما اليوزر كالروت، والباسورد طبعا فاضي عشان حسبنا كده، لكن احنا المفترض ان يبقى لينا يوزر نيم وباسورد، او انت لو بتتصل على الداتابيز هتحط الباسورد بتاعك. وهطبع بعد كده رساله اقول له كونكشن تو ماي اس كيو ال سكسس، الاتصال بالداتابيس تمام. وطبعا هاجي هنا في الكاتش وهقول له لو في ايرور، طبعا الايرور ممكن يحصل بسبب ان البورت مش شغال، الداتابيس مش موجوده، السيرفر مش قايم، مش عارف الداتابيس مش موجوده، اليوزر نيم غلط، الباسورد، في اخطاء كتير جدا ممكن تحصل، غير ان ممكن الدرايفر ما يقومش، مش عارف، حاجات كتير جدا. فقلت له خلاص اطبع الايرور، لكن اعمل كابي بيست كده من الكاتش، لان في نوع من انواع الاكسبشنز مهم جدا المفروض نبقى عارفينه اسمه اس كيو ال اكسبشنز، وده اللي هيبقى شايل كل الاكسبشنز اللي خاصه بمين، خاصه بالداتابيز اللي انت بتشتغل عليها كاس كيو ال داتابيز، اللي هي الريشنال داتابيز يعني. طبعا انا كده كده بعمل امبورت تلقائي كله فوق، بيتعمل لوحده يعني، ويبقى الت انتر بتلاقي الامبورت طلعت لك لما تقف على حاجه كده، وهو خلاص هتلاقيه رمى من فوق الامبورت، او طبعا نادى الدرايفر مانجر ونادى الاس كيو ال ايه ال SQL exception كده. هو لو الكود ماشي هيحمل الدرايفر، وبعد كده الدرايفر مانجر يقدر يعمل اتصال على الداتابيز تمام، هيطلع سكسس ايرور، هيطلع ايرور، طلع ايرور. قال لي جيت اعمل لودنج للكلاس اللي هو كوم ماي سيكوال جي دي بي سي درايفر، ذيس از ايه ديبريكيتد او ديبريشيتد، معناها ان هي خلاص اتلغت في الفيرجنز الجديده، بقت كوم دوت ماي سيكوال دوت سي 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 جي دوت جي دي بي سي دوت درايفر. قلت له ما فيش مشكله، الدرايفر ده هو ده اللي مضايقك، ماشي ممكن نغير الدرايفر بتاعنا. فهمت ايه؟ قال له خلاص الدرايفر ده، طبعا هتلاقي الدرايفر اللي انا حاطه ده الاولاني ده الشهير، وهتلاقيه كل في كل اكزامبلز، انت خد بالك بس من الفيرجن انت شغال عليه. قلت له ماشي رن تاني شوف كده تمام. قال لي في ايرور تاني. قلت له ليه؟ قال لي السيرفر تايم زون انون، انت مش عارف، انا مش عارف اوصل للسيرفر تايم زون ده ايه؟ خلاص يوتيليتي بتاعت التايم زون ومش عارف التايم زون وبتاع، مش عارف اعرف المكان بتاع السيرفر ايه عشان اقدر اشتغل عليه. طب احل المشكله ازاي؟ طبعا انا ممكن احلها من جانب الماي سيكوال، بس انا عايز احلها من جوه من جانب الكوتلين. هو كل الفكره بس معنى وانا بعمل الكونكشن بتاع اليو ار ال اخر اسم الداتابيز ومعامل علامه استفهام، واكتب سيرفر سمول تايم تي كابيتال، خلاص كابيتال ليتر، اقول له تايم زون، يبقى سيرفر علامه استفهام بعد اسم الداتابيز وسيرفر تايم زون، قلت له بيساوي يو تي سي مثلا او المنطقه الزمنيه اللي انت شغال عليها. خلاص وكليك كمان وعملت ران كده، ظبطت له التايم زون،
قال لي كونكشن تو ماي اس كيو ال سكسس، الكونكشن تم ومفيش اي ايه اي مشكله وبنجاح. عيد الكلام ده كله، جربه معايا داتابيس ثانيه، غير بس الكونكشن سترينج ان شاء الله والدرايفر، هتلاقي الدنيا بقت تمام ان شاء الله في الداتابيس الريليشنال العادي.